طيب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أتمنى انه الصوت يكون واضح للجميع، إذا الصوت ما واضح الناس تكتب لي ما واضح، صورة ما واضحة، حسان علي يا سلام يا زول الجميل يا أخ، منور اللايف يا أستاذ حسان، والله لو دخلت معاي ضيف ولأنه اللايف كويس، لو دخلت معاي ضيف وقمت ترجمته بلغة الإشارة للصم أكون سعيد جدا، أكتب لي أوكي أنا بدخلك طوالي معاي. ديفنس ابا زياد ابا زياد مرحب بك والله سلام من القلب الى القلب يا حبيبي الله يديك العافيه يا اخوي ان شاء الله كويس يا اخي تصوموا وتفطر على خير وخواتيم مبارك عليكم حسن حسن نايل خويلد سليمان مرحب بك حبابكم والله يا حسن نايل العمده حبابك منور يديكم العافيه يا شباب ان شاء الله كويسين طيب الناس تساعدنا بالشير عشان نصل لاكبر حته ممكنه إذا كان كلامنا بيعجبكم إذا ما بيعجبك الكلام ده ما تعمل شير. إذا حسي بأنه نحن بنقدم حاجة كويسة للناس أوكي لأ عكس كده ما تحس... ما تعمل شير ما تعمل لايك وممكن تطلع من اللايف تكون مرتاح عشان ما تكمل الميجابايتات على الفاضي في زول ما بتستفيد منه. آه إذا حسي إنه آه بنقدم حاجة كويسة بتمنى إنك أنت يعني تساعدنا في إنه ننشر الحاجة الكويسة دي. الله يديكم العافيه في انه كل واحد بيعمل شير في صفحته وشير في الجروبات ال معاه مدسر محمد عبد الله مرحبا بك يا مدسر يا اخي الله يديك العافيه يا اخي شكرا لك شكرا لك الله يديك العافيه يلا يا جماعه الناس تساعدنا بالشير في الجروبات وفي الصفحات حقتكم الشخصيه انا عملت شير تلقاه على يدك اليمين في صفحتك وفي الجروبات سريع كده عشان نقدر نتكلم عندك كم موضوع ده نتكلم فيه ونتناقش فيه وبرضه نسمع راي الناس ممكن كلامنا غلط ممكن كلام كله الصح برضه عشان التوعيه تعم الناس كلها، طيب بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الدين في البلاد دائما نترحم عليه شهداء دوله السودان عموما وعاجل الشفاء للجرحى والمصابين، نسال الله سبحانه وتعالى انه يجنب بلدنا الفتن ما ظهر منها وما بطن ونسال الله انه يرفع عن العالم عن العالم كله يا جماعه الوباء وباء كورونا وبنسال الله انه يعني يهدينا الى الصراط المستقيم وانه يعني نحاول نتعامل بصوره حضاريه مع هذا المرض الفتاك لانه يا جماعه اللي نحن شايفين الجرائم الفظيعه اللي تحصل في الهند لانهم ما 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 يحترموا هذا الوباء واصبح وبالا عليهم. طيب انا عندي زي ستة مواضيع سريعة كده داير اتكلم عنها ونعمل نعمل تحليل كده بالراحة. طيب سد النهضة وموقف السودان من سد النهضة. طبعا المشكلة كلها انه صد النهضة ده لما قام يا جماعة 2011 و 2011 طبعا كانوا قاعدين الكيزان ماسكين البلد. طبعا الكيزان احنا عارفين انه ما بهمون يحصل البلد شنو لانه باعوها وباعوا الاراضي وجابوا الارهابيين في البلد و وخلوا البلد عبارة عن عن غسيل أموال الأراضي دي كلها شغل بتاع غسيل أموال فما كان بهم صد النهضة ده من قريب أو بعيد إنه يحصل للبلد شنو بعدين اللي قدام فعشان كده يا جماعة أثيوبيا استفادت كثير جدا جدا من وجود الكيزان في في البلد وأنشأت السد يعني من من 2011 حتى 2000 نقول لحد 2018 سامر فرغم مرحبا بك لحد 2018 يا جماعه سبع سنين مفروض صد النهضه ده ما كان يقوم او كان بتكون في قضايا مفتوحه او او الى اخره لكن آه لانه البلد ما فيها وجيع آه كذا ما كانوا وجيعين على البلد ولا كان بهمهم المواطن السوداني آه وكان بس يعني بهمهم في النهايه انه آه ياكلوا قروش آه يعني يعتقلوا المعارضين يقتلوا الناس اللي بيقولوا لهم لا وكده آه برضه بطالب من الناس اي زول موجود يا جماعه يعمل شير في صفحة وشير في الجروبات الثانيه عشان نحاول نصل لاكبر ناس ممكن فصد النهضه ده يا جماعه قايم في حته اسمها منطقه بني شنقول منطقه بني شنقول دي منطقه اصلا سودانيه لانه لما دخل محمد علي باشا وحتى من قبل المهديه هي مناطق سودانيه كان قاصد دوله السودان للمال والرجال وكان قاصد جبال بني شنقول حتى لما لما لحد المهديه جبال بني شنقول اراضي سودانيه في 1902 1902 يا جماعه السودان كان مستعمر لكن اثيوبيا كانت دوله مستغله الناس تركز في الكلام ده جماعه عشان الكلام ده مهم جدا جدا ما في زول يقول لك الحاجات ما حقيقيه السودان كان دوله مستعمره اثيوبيا كانت دوله مستغله يعني استغلال اثيوبيا كان بدري جدا فالاتفاقيه اللي حصلت ما بين المستعمر ودوله اثيوبيا اللي هو كان على راسها عادل حبيب مرحب بك والله اسمه مناليك مناليك الحاكم بتاع اثيوبيا كان اسمه مناليك فاتفقوا على انه جبال بني شنغول دي او منطقه بني شنغول يعني المستعمر اداها للاثيوبيين دي بقت يا جماعه اتفاقيه عالميه صح السودان كان مستعمر واثيوبيا كانت دوله مستغله يعني ما كانت دوله مستعبره مرحبا بك ريهام طيب اذا يا جماعه الاتفاقيه بتاعت 1902 ما بين المستعمر المستعمر السودان ودولة اثيوبيا اللي هو كان على راسها واحد اسمه مناليك فده بيدل على انه يا جماعه دي اتفاقيه دوليه انه ادوهم جبال بني شنقول. طيب نحن اذا التزمنا بالاتفاقيه دي اذا اثيوبيا ملتزمه بالاتفاقيه دي انه الاراضي دي حقتهم او بني شنقول بني شنقول دي حقتهم ب 1902 اذا هي اتفاقيه دوليه. طيب اذا آه جات بعد ذاك 1929 و 1959 دي اتفاقيات مياه النيل ابو احمد مرحب بك. عادل حبيب طيب اذا يا جماعه اثيوبيا ما ممكن تت يعني توافق على اتفاقيه 1902 وتوافق بانه غليم بني شنقول ينضم عليها وترفض اتفاقيه 1929 و 1959 اللي هي اتفاقيه مياه النيل اللي موقع عليها أسيوبيا نفسها طيب و 1972 اللي هي دي منطقه الفشقه اذا يا جماعه في حاله تنصل اثيوبيا عن اتفاقيات مياه النيل ممكن انه السودان يا جماعه يتنصل عن اتفاقيه 1902 ويطالب بعوده وعندنا كل الاوراق والاثباتات اللي بتثبت انه بني حقت الشعب السوداني وحقت دوله السودان. السودان ممكن يتنصل وهسه الان يا جماعه السودان طوالي خطا خطوه ايجابيه لما لقى انه اثيوبيا ما ما ملتزمه بانها تتعاون في الملأه الثانيه وقالوا انه حيملوا حيملوا فالسودان حي... حيعتبر انه اثيوبيا ما مت... يعني ما موافقه على كل الاتفاقيات الدوليه، اذا السودان برضه حي... حيشيل يده من الاتفاقيه حقت النيل، وحيشيل يده من اتفاقيات 1950 و1902 ونطالب ببني شنغول وطبعا البريطانيين اكيد طبعا عارفين الكلام ده، والكلام ده موثق يا جماعه في الامم المتحده، موثق في دار الوثائق، موثق في كل حته. فالاثيوبيين نفسي بيستنكروا الكلام ده وبيقولوا ان السودانيين دخلوا الفشقه، والفشقه طبعا اراضي سودانيه 80% او ازيد. أصبحت سودانية الآن. لذلك يا جماعة الناس لازم تكون عارفة إنه وضعها شنو؟ وضعنا يا جماعة كالآتي: إذا التزمت أثيوبيا باتفاقية مياه النيل إذا لابد من إنها تقعد مع السودانيين والمصريين ويكون في فنيين موجودين من مصر والسودان موجودين في الملء ويكونوا يعني اللجان الفنية تكون موجودة وعشان يحلوا المشكلة دي بصورة فنية ما صورة سياسية. ديزا اثيوبيا التزمت بالاتفاقيات الدوليه اللي هي اتفاقيات مهني. لا اثيوبيا رفضت قالت نحن ما عندنا اي التزام والمويه دي حقتنا من حقهم مويتكم من حقكم نحن ما عندنا معاكم مشكله اثيوبيين وما دارين معاكم مشكله مويتكم حقتكم نحن بني شنقول فيها ده النهضه ده حقنا. ما بالقانون ما القصه ما 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 له ذراع ولا حاجه لكن الفشقه دي لما دخلنا الفشقه دي حقتنا دخلتوها انتوا لما لما آه محاولة مقتل حسني مبارك من من الحكومة بتاعت الكيزان السودانية في في مصر، والمصريين دخلوا بيجاي على حلايب وشلتين وابو رماد والاثيوبيين احتلوا الفشقة. فدي دي دي مسائل يا جماعة محسومة جدا جدا واثيوبيا الليلة يعني بدوا بدوا يعني يرجفوا، دي حقيقة في رجفة حقيقية. أنا يعني يعني بقول شكرا للناس في الحكومة السودانية اللي اتخذوا الخطوه دي ده خطوه خطوه يا جماعه الكلام ده انا والله قلته قبل ثلاث سنين قلت يا جماعه بني شنقول دي اراضي سودانيه قلت بني شنقول الكلام ده ارجعوا لللايفات بقديم بني شنقول دي اراضي سودانيه بعدين مناطق يا جماعه فيها ذهب كثير جدا جدا معروفه ان فيها ذهب خلاف ان يا جماعه منطقه بتطل على السودان يعني اسد النهضه ده بيجي من بني شنقول بيجي نازل المويه بتجي نازله بصوره كبيره ومفروض يعني الناس تكون عارفه انه اثيوبيا الان في موقف موقف ضعيف جدا جدا، يعني اثيوبيا الفشقه ما حقتهم، بني شنغول ما حقتهم، اللهم الا انه دايرين دايرين حرب. في حاله دايرين حرب يا جماعه ما في بخلي بيخلي حقه. نحن لما آه لما نودي الكلام ده للامم المتحده ونقدم شكوى بصوره رسميه انه اثيوبيا لا ترعوي او لا يعني ما بتلتزم بالاتفاقيات الدوليه، نحن حنلغي كل الاتفاقيات اللي حصلت في في دولة السودان مع مع اثيوبيا بانه 1902 بني شنقول بقت كانت بقت حقتهم بالاتفاقية مع المستعمر وهي كانت دولة مستغلة وافقت على الكلام ده وافقت انها تشيل حقنا الرئيس بتاعهم او الحاكم بتاعهم كان من اسمه مناليك اذا احنا يا جماعة ما حنلتزم بأي حقة سدني سد سد النهضه ولا مياه النيل وحنلغي الكلام ده كله حندخل في شنو؟ ندخل في بني شنقول نضربها نخش عليها بالجيش نعمل حرب معاهم بعد ده الموضوع شنو؟ بيبقى الامم المتحده هي اللي بتغرر الكلام ده اذا احنا الامم المتحده اصدرت قرار بانه بني شنقول دي فعلا اراضي سودانيه سنه 1902 خلاص وتم تتبعها للحبشه من المستعمر ما من الحكومه السودانيه المنتخبه او سنه 56 لان 1902 لسه لحد 1956 يا جماعه دي حاجه بتاعت 54 قبل 54 سنه من استغلال السودان. اذا نحن محتاجين انه للدبلوماسيه السودانيه. في ناس الان يا جماعه بتنمروا علي علي مريم الصادق بصوره كبيره جدا جدا. مريم الصادق نحن نختلف معها او نتفق معاها نختلف مع حزب الامه، لكن بالمناسبه شغاله شغل كبير جدا جدا في الموضوع ده، وطبعا ما شغاله بايديولوجيه حزب الامه. او برايها الشخصي بتمثل السودان والراي السوداني هي اللي بتقدر تعمله وشغاله يا جماعه مع الاتحاد الاوروبي شغاله مع السفره بتاع الاتحاد الاوروبي مع السفره الاتحاد الافريقي نحن يا جماعه المشكله انه قاعدين نشيطن الناس حقنا والناس اللي, اللي بيشتغلوا لنا الشغل مريم ماسكه ملفات كبيره جدا جدا كبيره يعني لكن باعتبارها هي زولا اتربت يعني انا بقول يا جماعه الكلام ده ما عشان انا حزب امه ولا بطبل لها لكن بقول انه هي زولة مما قامت قامت سياسيه يعني من من ما ولدوها هي لقت نفسها في بيت السياسه يعني. طيب فده شيء مهم جدا جدا نعرف انه الان السودان رفع دعوه رسميه للامم المتحده بأيلولة منطقه بني شنغول بسد النهضه ذاته فيها الى دوله السودان حسب الاتفاقيه بتاعه 1902 اذا لم تلتزم اثيوبيا باتفاقيه 1902 59 و 29 لحد هنا يا جماعه افتكر تاني ما في حاجه يعني تتقال اسيوبي ركبت راس وابي و... احمد قال لا نحن حنملي الملية الثانية وملي الملية الثانية إذا حيدخل مع السودان في حرب بأنه هو معتدي باعتباره معتدي زي ما دخل في الفشقة باعتباره اعتدى على بني شنقول لأنه هو ملتزم بالمعايير بال... الدولية والاتفاقات الدولية اللي بتنظم اللي هو خط مجرى النيل الأزرق ما بين السودان ومصر وليبيا في دولة منبع في دول مصب بيستفيدوا دي خليقة ربنا ودي حاجة ما بتقدر تغيرها أنت لأنه ربنا خلق الكون كده وإنه النيل الأزرق يجي من بحيرة تانا يشق دولة أثيوبيا ويشق دولة السودان ويشق دولة مصر ويتقابل مع يشق دولة السودان ويتقابل مع النيل ال النيل الأبيض في المجرن ويمشي لحد يا جماعة ما يصل السد العالي ويقعد في بحيره الناصر وبعد ذاك يمشي بعد السد العالي يشق مصر الى ان يصل المفرق ما بين النيل البصفي البحر الابيض المتوسط يتحول الى رشيد ودميات حاجه كده يعني بيبقوا نهرين كده رشيد ودميات وبينزلوا في البحر الابيض المتوسط ما في زول بيقدر يغير الحاجه دي لانه ده ده الكون يعني الكون ربنا خلقه كده والاتفاقيه الدوليه حق اتفاقيات المياه الدوليه بتجبر الدول حقت المنبع لانه تحترم حق دول المصب في اتفاقيات دوليه اذا رفضت اثيوبيا الاتفاقيات الدوليه لمياه النيل سيرفض السودان الاتفاقيه الدوليه سنه 1902 التي اعطت اثيوبيا حق ان تستقطع منطقه بني شنقول من دوله السودان وتدخل لها دي المعلومة أكون دائما للناس عشان الناس في ناس كثيرة قاعدين يتكلموا ويجوطوا ويرجعوا بدون ما نوصل المعلومة بصورة حقيقية وبسيطة للناس. طيب الحاجة الثانية يا جماعة مسألة التغيير. التغيير أنا ما بقصد الحرية والتغيير، التغيير في حد ذاته، نحن بنقصد بالتغيير شنو؟ نقصد بالتغيير يا جماعة تغيير آه الـ الـ التغيير في دولة السودان عموما التغيير من 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 السرقه والنهب وضياع الوطن الى انه التغيير بدل ما ضياع الوطن ينمو الوطن وتعمير الوطن ونبني الوطن. التغيير ده يا جماعه حصل يعني الكيزان اتشالوا من الحكم جات حكومه ثانيه. ده بالنسبه للحكم، لكن هل التغيير يا جماعه في المواطن حصل؟ لا ما حصل لسه. وهي المصيبه الكبيره جدا انه التغيير ده يا جماعه ما عملته الحكومات، يعني ما حريه والتغيير العمل التغيير ولا تجمع المهنيين ولا في العمل عمل التغيير. التغيير عمل المواطن وفي المواطن الشباب يعني الشباب لهم كل التحيه والتقدير وقدموا ارواحهم هديه للوطن عشان الوطن ده آه يترفع ويمشي لقدام طيب يبقى يا جماعه التغيير لا بد ان المواطن يغير من نمط حياته اللي هي بتكون ضد الوطن يعني نحن نمط حياتنا كله بيدمر الوطن ما ما بينمي الوطن يعني ما كل الناس في ناس وطنيين آه بيتعاملوا مع الوطن بحب بيتعاملوا مع الحياه كلها بفهم وبوعي لكن أغلبية شعب السودان إحنا يا جماعة ما قادرين نتغير في إنه نكون لنا دولة ديمقراطية يكون فيها إنسان السودان حر مستغل بيلقى الحاجات اللي بيحتاج لها وعارف الحقوق وعارف الواجبات يعني عارف إنه عنده حقوق مفروض يأخذها تدعي له الحكومة الموجودة في الوطن ويديها له المحلية الحتة اللي هو قاعد فيها يعني الموية السكن الاكل الشراب الكهرباء بتاع الحياة دي كلها دي حقوق يا جماعة دي ما ما رفاهيات دي حقوق حقتي انا المفروض كمواطن انا عادي جدا يكون عندي بيت واولادي يقروا في مدارس ومفروض انا اتزوج ومفروض انا القى عمل ومفروض انا القى اكل المفروض أن... دي كلها يا جماعة حقوق ما ما يعني ما طموح هي الان بقت طموح طيب المفروض برضه علي واجبات ان انا يعني اقدم الواجبات دي يا جماعه ده هو التغيير اللي احنا نقصده الواجبات دي انك انت تدي الوطن شنو انك انت يعني تتعامل مع الوطن كيف تتعامل مع الوطن في إنه احنا عايزين نغير تغيير كامل نجي يا جماعه نمسك التغيير انا الليله طبعا اليومين ده انا قايم على السفاره السودانيه في الرياض بصوره كبيره جدا جدا لموقف حصل لي انا شخصيا انا ما حاحكيه لانه الامور اللي بتحصل لي انا شخصيا بعتبرها شخصيه لكن ما بعممها لكن هي بي بي بتوريني كيف انه الناس دي بتعاملوا مع بقيه البشر يعني لو حصلت لي حاجه مع ناس السفاره ما بجي اقول يا جماعه حصل لي كده عشان اجي انا ادوي قضيتي او اوريها للناس لكن لا بشوف انه الشيء اللي حصل لي ده بيحصل لاي مواطن ثاني سوداني طيب نحن يا جماعه كسودانيين المفروض نتغير اول حاجه المفروض نعملها نحن في 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 بره في الخارج انه نتعامل مع سفاراتنا بصوره حضاريه نحن كمواطنين كويس ونتعامل مع جوازاتنا بصوره حضاريه ونتعامل مع اغاماتنا ومع البلاد اللي قاعدين فيها بصوره حضاريه وبصوره قانونيه صح نحن ما قاعدين نعمل الكلام ده اول حاجه ما في سوداني الا طبعا الناس اللي بيجوا الاطباء والمهندسين اللي بيجوا بعقود رسميه الواحد جاي على حسب مهنته وحسب وظيفته وبيجوا مباشره طوالي يشتغل الشغل اللي هو جاي يشتغله. طيب؟ لكن نحنا يعني قاعدين نجي السودان بس بنشتري فيزا وبنجي السعوديه وبنمشي الامارات وبنمشي قطر. ما معروف الكولوفايد بتاعتنا بتشنو يعني ال 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 المؤهلات بتاعتنا ولا الاكسبيرينس ولا الخبرات حقاتنا شنو؟ بنجي بس الفيزا بتجيك بمهنه وانت المهنه دي ممكن تكون ما بتعرفها، تجيك حلاق وانت دكتور، تجيك عامل تربيه مواشي وانت موظف او محاسب فدي برضه من الاخطاء اللي احنا قاعدين نعملها وقاعدين نجي بعدين عشان نجي نغير مهنه وعشان نجي نعمل امتحان بتاع كفاءه ولا امتحان امتحان الهيئه بتاعه الاطباء والصيادلة او الصيادله او كده وبندخل في تغيير مهنه في بلاد ما فيها تغيير مهنه بالنسبه للجواز كده بتبقى في مشكله حقيقيه انا ادر مرحب بك يا اخي نايف حبابك يا ريت لو كل واحد يعمل شير في صفحته في الجروبات اللي عنده نحن الان يا جماعه بنتعامل مع مع الجوازات السوداني غليلين جدا جدا اللي بيهتموا بانه جوازاتهم يجددوها في وقت من بدري وبتاع هنا لكن غالبيتنا يا جماعه ما بنشيل جوازنا ده نجدد الا نعين نلقى وانتهى او نفاجئ بانه عندنا تجديد اقامه او عايزين نسافر حصل ظرف بنلقى انه جوازنا انتهى ودي يا جماعه المفروض إحنا نغير النمط ده ونكون دقيقين شويه في انه يا جماعه الناس كلها يعني تراعي لانه جوازك ده حينتهي متين عندنا مشكله كبيره جدا جدا الان لكل المغتربين اللي قاعدين في العالم كل المغتربين اللي قاعدين في العالم اللي هو قبل سنه قبل سنه وزاره الداخليه اصدرت قرار بانه الجوازات السودانيه لانه في جائحه كورونا قالوا لا يعملوا لهم ختم بتاع شنو؟ تمديد حتى 2021 يوم 1/6 انا طبعا الكلام ده قريته من من السنه اللي فاتت قريت عارف انه يعني هيحصل شنو؟ طبعا الناس لانه التمديد مجاني الناس اتجاروا الجوازات 500 جواز و300 جواز جو السفاره ومدّدوا جوازاتهم وفرحانين جداً جداً أنه ما دفعوا قروش وجوازاتهم آه الختم مشروع, مشروع عملوه وانتهى الموضوع كده الليلة الليلة نحن في شهر خمسة وشهر ستة هتكون في أزمة قوية جداً جداً بتاعت إنه في كمية يعني ممكن يعني يومياً بنحتاج لأنه نجدد عشرين ألف جواز ده بس في السعودية وقطر والأمارات بنحتاج لنا 40 ال 40000 جواز ديل عايزات جددا في كل 15 يوم او كل 10 يوم والكلام ده يا جماعه لما حصل انا قلت يا جماعه الكلام ده غلط والله اصلا باي حال من الاحوال اول حاجه نمره واحد غلط لانه السنه دي يا جماعه بتنتهي سريع واحسن الجواز يكون خمس سنين في ناس شطار قالوا لنا احنا ما دارين نمد الدارين نقدم لشنو لجواز جديد والناس اللي استفادوا من عملوا جوازات جديده طوالي اسي الان ما عندهم مشكله، باقي لهم اربع سنين ما عندهم مشكله مع جواز يجددوا اقاماتهم، حصل لهم ظرف دارين يسافروا بيسافروا اهلهم، لكن يا جماعه اغلبيه الناس برضه ليه ظروف الغربه وفي ناس ما شغاله وفي ناس هنا مددوا جوازاتهم. والان في مشكله كبيره جدا، مع المشكله مع المشكله الموجوده دي مع المشكله الموجوده انت عشان تحجز الان لـ لـ بالنت للسفاره السودانيه في الرياض آه هم بياخذوا في اليوم 60 60 شخص. 60 50 في الحدود دي يعني. حسب قوانين البلد اللي نحن قاعدين فيها لانه في جائحه كورونا ما مفروض الناس كلها تكون موجوده في السفاره 50 جواز. طيب انا طبعا عندي راي كبير في الموضوع ده لانه انا متابع كبير جدا للسفاره وعارف الحاصل فيها من قبل عشر سنين. عارف كل الموظفين اللي دخلوا السفاره قبل 10 سنين وعارف كل حاجه عنها. طيب انا بيهمني اني اقدم خدمه للمواطن مش مش اقدم حقد على السفاره او على الموظفين، لا انا ما زول حاقد ولا قصدي اعمل مشكلة، انا قصدي اقدم خدمة للمواطن، رغم انه في ناس في السفارة ما 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 اكفاء بانه يخدموا المواطن السوداني، لكن دي ما مشكلة السفارة بس، دي في كل ال... في كل ال... الوظائف الحكومية الموجودة في كل انحاء العالم وداخل الوطن يعني الموظف السوداني لسه ما وصل الكفاءة اللي بيعرف يتعامل بها باريحية مع المواطن السوداني او يمتص غضبه، يعني انت لما تلقى المواطن السوداني هايج ومتضايق اعرف انك انت جاي عشان 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 تريحه وعشان تمتص غضبه ده عشان انت اصلا ربنا بيسالك من الوظيفه اللي انت بتاكل بها اولادك عيش انت لما تمشي البيت كموظف في السفاره او موظف في اي دوله لما تمشي بيتك وتعاين لاولادك وزوجتك وقاعد في بيت مرتاح وبتصرف لك راتب كبير جدا جدا الراتب ده بيجيك من المواطن الزهلان الزعلان وزهجان وبكورك فيك ده وبيتنمر عليك وانت المفروض تمتص غضبه كزول مسؤول كزول يعني عينت لانك انت له مشاكله. حتى لو غلط عليك ما في مشكله المشكله بين ما انت لازم تفهمه ما هو ما فاهم يا يلا ربنا قال هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انت عارف القانون هو ما عارف القانون هو انت عارف قانون الجواز هو ما عارف قانون الجواز انت بيجيك كل يوم مواطن ثاني ما تتعامل ب انك انت تتعامل معه زي ما امبارح في واحد شاكلك الليله حتجي ماده بوز تقول السودانيين دي كلهم بنفس الأسلوب، أنا ما حأتعامل تاني معاهم إلا بالقانون وكده، لا أنت ما مطلوب منك كده، أنت مطلوب منك أنت قاعد في حتة زي دي وبتاكل منها عيش وده شغلك اللي هو المفروض أنك أنت يعني رحم الله امرئًا اه سمحًا إذا باع سمحًا إذا اشترى، يعني لازم ده ما بيع وشراء بالنسبة لك، ما هو أنت بتعمل جوازات زيك وزي الزول اللي بيبيع طماطم، الزول اللي بيبيع طماطم ده عشان في النهاية يلقى أكل يلقى قروش يمشي يشتري أكل يودي لأولاده. انت بتجي تعمل جوازات عشان تشيل قروش تاكل اولادك يعني في النهايه دي وظيفه وظيفه مكلف بها من الدوله وحالف على غصم او ما حالف على غصم او دي وظيفتك اللي انت بتاكل منها عيش نحن مشكلتنا الانا وبعدين يعني بتحس بالواحد كده بيتعامل بتعال معاك بتعالي رغم انه المساله دي انخفضت في بعد بعد ثورة ديسمبر بقوا الموظفين شوية بخافوا، لكن في الفترة الأخيرة دي شوية النبرة بتاعت التعالي بدأت تظهر من جديد مع ظهور المستجدات الحاصلة في السودان وظهور العاملين فيها إسلاميين وما إسلاميين، أنا لاحظت الكلام ده هنا في السفارة إنه في تنمر حاصل يعني أول حاجة في يعني في في طريقة كده ما حلوة خلاص؟ برضه بنقول في النهايه هم سودانيين يعني موظفين سودانيين ما انا ما بقول كيزان ولا بقول هم حريه وتغيير بل هم سودانيين وموظفين نحن ما بيهمنا من منهم حاجه نحن بنقصد في التغيير شنو اول حاجه التغيير انك انت المفروض تكون عارف حقك كمواطن حقك المفروض تغير من طريقه تعاملك مع الجواز السوداني في انه كله يعني حتى بتجي كله خمسة سنين مره واحده يعني خلال الخمس سنين دي كلها ما عرفت ترتب انك تحجز قبل ست شهور انا داير احجز تتصل تمشي السفارة يا جماعة أنا باقي لي جوازين ستة شهور هل ممكن يجددوا؟ يجددوا ما مشكلة ما حتفرق معك ستة شهور لأنه فجأة كده ممكن يتصلوا عليه ويقول لك يا أخي لا قدر الله أبوك في العناية ولا أمك تعبانة ولا ولا ولدك ولا بنتك أنت حتعمل شنو؟ حتقعد تجهجه تقعد وحتد... مشاكل طويلة جدا جدا مفروض الناس في السفارة ذاتها السفارة السودانية مفروض تعمل حلول يعني في حالات طارئة خلاص؟ حالات طارئة للناس المفروض يعني تكون عندهم حالات طارئة يعني يعملوا لهم حاجة كده مخصصة الجواز السوداني بيطلع في كم يوم الجواز السوداني طبعا بتعمل تعمل اجراءاته في السفارة السودانية بيصل بتتعمل له الاجراءات هنا طبعا دي كلها جماعة نتورك عن طريق الشبكة الاجراءات دي بتصل هناك في الجوازات في السودان المطبعة بتصدق هناك الضابط بمر عليها بعد ما يصدقها بتمشي تخش المطبعة بتطبع يا جماعة الجواز مدته بيطلع في يوم أو يومين بالكثير ثلاثة يوم لكن بيجي بيكتبوا لك في الورقة مدة شهر وطبعا دي يا جماعة حاجة خطيرة جدا جدا أنا بفتكر ستين جواز في اليوم ما بتحتاج شهر لأنه بتذكر تماما إنه قبل ثلاثة سنين أربعة سنين كانوا في اليوم في اليوم بيعملوا حاجة بتاعت سبعمية جواز بتحصل 500 700 مرات بتحصل قريب 1000 افراد الجوازات بتاع السفاره والله جزاهم الله خير الشباب اللي كانوا موجودين بيشتغلوا من الساعه 9 صباحا مرة والله مرات لحد الساعه الساعه 1 صباحا يعني كان كميه بتاع الجوازات كبيره جدا جدا بتتصدق في نفس اليوم وبتجي بتجي بعد فتره طويله لكن الان يا جماعه 60 جواز يعني 60 جواز في 10 يوم 600 يعني ال 10 يوم 600 جواز ممكن تجي في حقيبه يعني فالمساله طويله جدا جدا بالنسبه للمغترب ده خلاف السعر الناس كثيره جدا من الناس اللي بيتصلوا علي بيقول لي سعر الجواز 530 ريال بعادل في السودان يا جماعه مبلغ ما سهل يعني بعادل في السودان كم ممكن حاجه بتاعت 53000 في حين ان السودان بيساوي بسا كم؟ بيساوي 3000 يعني في زياده 50000 جنيه سوداني على الجواز للزول القاعد برا دي برضه مساله يا جماعه يعني المفروض تحتاج لنظر السنة اللي فاتت لما عملوا التمديد الحكومة السودانية كانت مزنوقة جدا جدا والخزينة فاضية فجاء وزير الداخلية عمل تمديد مجاني ضيع على ضيع على الحكومة قروش كان ممكن تدخل في اليوم على الأقل يعني على الأقل في الشهر تدخل ملايين الريالات أو الدولارات في جميع أنحاء العالم تضيع عليهم وصعب الأمر على الناس في إنه بعد سنة هسه هو المشكلة الحاصلة الآن فنحن عاوزين نغير من أسلوبنا في إنه آه ما عايزين الزول يا جماعه يدفع عشان يسهل الامور لانه حيصعب عليه زول ثاني احنا عايزين الناس يا جماعه الواحد آه نكون منظمين عشان ما نضطر انه ندفع عشان ما نضطر انه آه زول يعني يحتالنا عشان ما نضطر انه ندخل في مشاكل عشان ما نضطر انه نجيب في الشمس قدام السفارات عشان ما نضطر انه نشحد الناس يا اخي انا والله ظروفي وانا ما ظروفي عشان ما نضطر انه نقعد في محاسبات انت الزول ده بتعرفه من وين وجايبه ليه وما ليه زي ما حصل معي اه ليه ليه نحن يا جماعه بي 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 بنكون من دون السفارات قاعدين برا في الشارع وعسى حاليا في رمضان الناس قاعدين برا في الشارع ما بدخلوك لان انت ما عندك مواعيد الحل شنو؟ الحل طبعا يا جماعه الغلط الغلط اول حاجه ما, ما انا ما بعتبره من السفاره لكن السفاره عندها غلط طيب اذا قالت اذا قالوا ناس السفاره في اليوم هم بيعملوا آه يعني ال الكمبيوتر او الحجز بيشيل ستين الى خمسين انا لما دخلت السفاره لقيت الصاله الصاله الكبيره اللي قاعدين فيها المواطنين اللي دخلوا باعتبار عندهم مواعيد يعني في كم كم صف من الكراسي فين اثنين اثنين حاجه بتاعت اربع خمسه صفوف وكده في عشرة اقول آه اثنين في خمسه بعشرين وهنا عشرة يمكن قريب يعني قول قريب سبعين ديل اللي قاعدين في الانتظار ده الناس اللي في في المكاتب الصغيره وجوه الناس اللي في الانتظار قاعدين قدام الموظفين حق الجوازات في حاجه بتاعت 20 وفي ناس لسه السي... يعني يعني السفاره بتكون فيها 100 طيب 100 كيف وانت حجزك بتاع 60 يعني المفروض ال 60 يكون الحجز بتاعهم كالاتي يعني برضو الزول اللي قاعد ينظر في السفاره لدخول الناس وللنت عشان الاحترازات الطبيه نحن برضو ما ما نجري من نجري الناس ساكت بقدر ما انه هي تكون بالساعه يعني انت مفروض تجي الساعه كده ما حنلتزم بالحته دي طوال انت بعد ده ساعتك انتهت او نخليك تنتظر لحد دي. يعني في ناس بيقول لهم انتظروا لحد اخر اليوم فرد الجوازات ده ذاته قاعد يشتغل ده بيتاخر لحد اخر اليوم نحن جماعه عندنا مشكله في في التغيير في انه الموظف مفروض يتعامل مع المواطن بصوره حضاريه وحتى لو المواطن يا جماعة اتعدى حدوده احنا مفروض نمتص غضبه ونعرف انه ده مواطن في غربة في غربة وعنده مشاكل كثيرة جدا جدا الناس يا جماعة تعمل لايك بس لايك وشير لانه اللايف نزل كثير جدا جدا طيب دار ال 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 اتكلم عن انه نحن برضه هناك في السودان مفروض يا جماعة يعني نتحرك في انه نحاول نغير من نمط حياتنا في انه كيف نتعامل مع الموظف يعني في واحد بيقول لك والله انا مشيت الوزاره الفلانيه ثلاثه يوم سكي موضوع في النهايه قعدت ستة الشاي قالت لي يا اخي آه الموضوع ده يا اخي انا لك ثلاثه يوم بتجي مالك قال لها والله انا عندي ورقه دار اعملها كده وبتاع قالت لي خلاص ما مشكله اديني ورقه كده اقعد لي شويه انا بجيك ستة الشاي قاعده بره قدام الوزاره فشالت ورقه وخشت طق طق ظبطته ليه وشالت منه قريشات وادتها للزول المسؤول وطلع مشى ده يا جماعه نمط الحياه عندنا في السودان ده النمط بتاع الحياه عندنا في السودان و الزول الكبير كما كم يخدمك الزول البري الصغير يخدمك عشان الزول الكبير هو زول شريف وزول نظيف ما عنده مشكله لكن شنو القروش بتجيب بطريقه ما لانه بيكون متفق مع زول من برا احنا عايزين نغير الطريقه دي يا جماعه عايزين نغير انه الزول يا جماعه يحاول انه ما يدفع لانه بيشيل حق زول نغير في طريقنا في التعامل يعني اسف في واحد رسل لي صوره بتاعت مستشفى قدامة في يعني زي ما تقولوا قمامه طبيه او اللي هي مخلفات طبيه موجوده قدام المستشفى وعامله الريحه ولها فتره طويله جدا جدا ما جات عربيه شالتها من وزاره الصحه لانه دي مخلفات طبيه ما عادي تدفن زيها زي اي حاجه او تتشال بأي لازم تتشال عن طريق ناس بيعرفوا للحاجات دي يعني يكون عندهم لبس معين وجوينتيات معينه وتتخطى في عربيه معينه والناس يكونوا معاقمين ولانه ممكن تدخل ابره في زول ولا بتاع تجيب لهم مرض او حاجه بالشكل ده دي برضه من الحاجات السيئه جدا اللي في السودان محتاجين احنا نتغير جوانا قبل ما نغير يعني اي زول لازم يغير نمط حياته قبل ما نطالب الحكومه بالتغيير طيب آه انا داير اتكلم عن هل من الدين ان نشقي المواطنين في ناس اليومين دي شايفينهم بصوره كبيره جدا بتكلم عن الدين الاسلامي وبيتكلم عن انه نحن الدين الاسلامي خط احمر وهم نفسهم القاعدين يا جماعه يقفل المويه وهم نفسهم اللي بيقطعوا الكهرباء وهم نفسهم فانا بفتكر انه آه يا ما مشكله تعالوا باسم الدين نحن والله كلنا مع الدين ما في مشكله لكن لكن قبل ما تقولوا الكلام ده انتوا ما تخربوا خلاص ما تخربوا بعدين تجي تتكلم عن الدين يا ريت لو أنتم ما تخربوا مرحبا وليد مرحبا نسرين مرحبا جمال مرحبا عادل الحبيب طيب يا ريت لو أنتم ما تخربوا وتوقفوا التخريب اللي بتعملوا فيه وده بعدك تتكلم عن الدين اما في حاله انكم قاعدين تخربوا ونحنا ما حنسمعكم. ولا في مواطن سوداني حيسمعكم، لانه الناس فهمتكم يعني. وما في رجوع لكم ثاني في البلد دي. يعني ما تجونا تقولوا لنا اسم الدين نحن مسلمين. ما قفلوا المساجد، ما قفلوا الكنايس، ما اليهود الحمد لله اسرقوا حقهم، اي زول في السودان ده ياخذ حقه. اقباط، يهود، حتى الاغليات الصغيره الناس البسيطين الهنود اللي اخذوا جنسيات سودانيه عندهم حق زيي وزيك في السودان ده، كامل الحقوق والحريات عليهم. طيب في وفد امريكي زار السودان امبارح بالليل خالص ووفد مغدر وفد جاي عشان يقدم دعم كبير للسودان وقدموا حوالي 700 مليون او كم ما متاكد انا من المبلغ لكن قالوا انه السودان محتاج انه الناس تقيف معاه وتدعمه طلعت شائعات بانه الوفد قال انه السودان لانه فيه مشاكل ما تدين إحنا ما حنشتغل بالشائعات دي ونحن ماشيين قدام ان شاء الله طيب ظهر لي واحد او ظهروا مجموعه من الناس المؤتمر الشعبي بيجوا يتكلموا بالواضح بعد ده خلاص. بيقولوا انه طبعا ناس قوش وناس علي الحاج وناس مين والمؤتمر المؤتمر الشعبي عموما هم يعني عندهم يد في التغيير عشان كده هم شايفين انه كونه يطلعوا من المشهد وما يكون عندهم وجود في الحريه والتغيير، إنتوا الحريه والتغيير ما رفضتوها. يا جماعه الحريه والتغيير دي لما تكونت شهر واحد قالوا يا جماعه اي حزب داري يخش معانا يجي. لا انتوا لفيتوا هناك مع ناس اشراقه ومين ومين وقلتوا دايرين ابو زر السير مرحب بك يا اخي الله يديك العافيه قلتوا دايرين 20 20 وانتخاب البشير 20 20 ورفضت تخش مع الحريه والتغيير لذلك خليكم قاعدين لحد ما تجي الانتخابات وبعد ذلك نشوف وضعكم شنو او انا نحن هسه بنقول لناس المؤتمر الشعبي قبل ما قبل ما نفتي فيكم المؤتمر الشعبي ده هو شنو يا جماعه اول حاجه ما كان في حاجه اسمها مؤتمر شعبي هي كانت الجسيمه جبهة الميثاق بعد ذاك سموها جبهة الإسلامية القومية اللي هم الأخوان المسلمين جبهة الميثاق الجبهة الإسلامية القومية الكيزان أول الإنغاز بعد ذاك المؤتمر الوطني وينقسموا لاثنين بيقول المؤتمر الشعبي يجي جناح الترابي بيجاي والمؤتمر الوطني جناح البشير بيجاي أو على عثمان بيجاي وانتهى اثنين لكن نحن مشكلتنا في الإنغاز هي أجابت أجابت الكيز أجابت البشير ذاته بقته رئيس الوطن ال 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 الإنغاز ده جاء من وين؟ الإنغاز ده يا جماعة جابوا الترابي. الإنغاز ده جابوا الترابي، الترابي أسي لما مات كان ماسك المؤتمر الشعبي. ربنا يرحم موتانا وموتى المسلمين. ما زول مات ما بندعي عليه. طيب يبقى يا جماعة أساس الإنغاز الترابي. نكون واضحين إذا يا جماعة المؤتمر الشعبي أسسوا الترابي. لما حصلت المفاصلة ما بين الكيزان في 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 الدوله الاسلاميه الدوله اللي بيقول عليها الاسلاميه اذا هم انفصلوا هاي بقى المؤتمر الشعبي بيجاي وجو عشان عشان يسقطوهم قولوا 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 اشتغلتوا معانا في التسقيط ما ما انا ما عرفت شغلكم ده كيف انه لكن سقطتوه معانا ايوه هذا دايرين شنو؟ داري حكم ما في حكم انتوا جبتون انتوا جبتوا عمر البشير وجبتوا نافع وجبت التراب ذاته جاب الناس دي كلهم قال اذهب الى الى السجن حبيسا واسحب انت للقصر حبيسا وبعد بكره جيت المرشد العام زي بتاع مصر ذاك بقيت مسؤول من ال... من الحركه الاسلاميه في السودان و... ومسؤول بقيت المؤتمر الوطني وبتاع في النهايه شكلته قسمتوه على اثنين ايوه نحن احنا دايرينكم قبل ما تنقسموا كنتوا شنو؟ كنتوا المؤتمر الوطني ايوه كنتوا في كيزان ايوه انتوا انقلبتوا الحكومه ايوه انتوا كلكم عندنا معاكم مشكله تساعدوا في في ثوره ديسمبر نحن ما ما شفنا لكم مساعده دخلتوا في الحريه والتغيير؟ كان الليله مشكلة، ما في مشكله، لكن ما دخلتوا في الحريه والتغيير. محمد ابراهيم الطيب رحمه ومرحب بكم، ابو زير السر يا اخوي، باي منور يا اخوي مشتاق لك شديد. طيب اذا يا جماعه عشان نحن ما نقعد نلف وندور على بعض، المؤتمر الشعبي حزب سوداني كان موجود وهو اساسه العمل حصلت المفاصله ما بين المؤتمر في المؤتمر الوطني وعلي عثمان استولى على الـ على, الـ على الحكم في السودان. وشال شيخه الترابي برا، الترابي عمل المؤتمر الشعبي، لكن نحن إنتوا كلكم جيتوا من وين عملتوا الإنغاز دي؟ جابكم الترابي كان شيخكم هو المسؤول منكم. إذا يا جماعة المؤتمر الشعبي والمؤتمر الوطني بالنسبة لنا واحد. أنا كمواطن سوداني ما داير التغيير ده، كلكم تمشوا. كويس؟ كلكم تمشوا، كلكم تتحاكموا. كلكم تتحاكموا، هندسي الراجل اللي توفى ده اللي كان رئيس ال الإسلاميين بتاع السودان ده. بس الكلام ده قال انا ما قبل ما يموت نكر قال انا ما, ما معاون في لغات تلفزيوني قال انا عندي علم انا لغات شفته قاعد في صفحتي موجود قال انا عندي بالك... علم بالكلام ده فنحن يا جماعه ما دايرين زول يجي يعني يتكلم ما في مشكله لكن ما دايرين زول يا جماعه يصدق لينا زول بانه يجي يقول يا اخي نحن خايفين على الدين والدين خط احمر يا اخوي 30 سنه الحكم عندكم الحكم كله عندكم الامن عندكم الاعلام عندكم السلاح عندكم القروش ببترول بكل حاجة عندكم أي حاجة كانت عندكم صح ليه ما طبقتوا الشريعة الإسلامية المنعكم شنو بلد أحزاب ما, ما كانت في أحزاب ذاته في في ما كان في مشكلة ما كانت في أي مشكلة أنتم ما طبقتوا الشريعة الإسلامية خلال 30 سنة حاكمين فيها ثاني بتفتشوا للدين ده وين الدين ده دا, دا يجي كيف الدين ده ذاته ف أه... كده روقوا المانجا شويه كده خليكم قاعدين لحد ما نحن نشوف موضوع انه نوقف الحرب كيف ونجيب الحركات ونعمل السلام وننتهي من الفتره الانتقاليه لما تجي الانتخابات شوفوا وضعكم بيكون شنو بعد ذاك ثاني لكن ده تركبوا معانا الرأس بنركب معكم الرأس للنهايه مش لو تجوعوا وتقفلوا المواسير وتقطعوا الكهرباء والله لو ما ناكل نموت كله كله ثاني رجع لكم في البلد دي ما في ولا عسكري احنا منه ت... وده اقول لكم حاجه ثانيه يا الشعب السوداني الناس اللي بيسمعوا اللايف ده اصلا ما كان في انقلابات في السودان التلاتة عساكر اللي والبلد دي من عبود لنميري للبشير واحد فيهم عمل انقلاب ما في كلها كانت تسليم وتسلم من الاحزاب الخاينة دي كلها كانت تسليم وتسلم كل الاحزاب كانت بتسلم البشير ده ما سلموا عديل الزول الحاكم سلموا النميري ذاته سلموا الشيوعيين وذاك برضو سلموا السيدين اول ما عبود استلم طوالي صد طوالي ووافقوا بتاع وبصموا بصموا بالعشره، يا جماعه ما في انقلابات في السودان ما في عسكري بيجي يعمل انقلاب ما لم يلقى دعم من الاحزاب الحاكمه والحزبين الحاكمين اول الاحزاب الكبيره وكده، ثاني حزب الاحزاب دي ذاتها حنشوف لها طريقه يعني تتظبط ذات الاحزاب دي. فهمتوني؟ الاحزاب دي بعد شويه بس الاحزاب لسه قاعد تجوط وتكورك انا بفتكر من الحكمه بما كان انكم الان تشتغلوا تكسب الشعب السوداني انتم مفتكرين طبعا الفتره الانتقاليه ما حتنتهي ومفتكرين انكم حتنطوا اي صح في في سرقه حاصله في ناس اه اتسلغوا ما ما بنقول ما بننكر الكلام ده لكن حتجيوا كلكم كاحزاب في يوم من الايام تعدوا اصابع الندم انكم فكرتوا في الكراسي قبل ما تفكروا في المواطن اللي هو عنده حق الصندوق الاختراع نحن بعدين حندي صوتنا ده منه حاجه اقلب صوتي ده حد لها منه لا صوتي اسمي مكتوب جوا وانا مصحح على منه ده الرقم اللي انا مصحح عليه مصحح على منه على الزول الوقف وقف معي اسي في مرحله التغيير الحزب اللي بيجيف معاي معي الان ده انا بدي صوتي بعدين انت اسي كشيوعي كبعسي كحزب امه كناس الدقير كجمهوري كاي حزب اعمل الدائرة تعمله اعمل اي حاجه في راسك لكن بعدين لما تجي الانتخابات انت حتعرف انك انت ما عندك رؤية سياسية في إنك كيف تكسب المواطن السوداني أنا بفتكر من الحكمة إنكم الآن تتوجهوا للمواطن السوداني في إنه تحلوا له مشاكله في إنكم تعملوا سينما سيمنارات في إنكم تعملوا طواف حول الوطن تشوفوا المشاكل شنو تضغطوا أنتم كأحزاب كأحزاب داخل الحرية والتغيير داخل اللجنة المركزية تضغطوا الحكومة الموجودة دي في إنها تسهل للناس عشان بعدين لما تجي الانتخابات أنا أقول يا أخي والله يا أخي الناس دي وقفوا معانا انا بديهم لانهم ناس قاعدين لكن ما دام انتم حتظلوا كده حتظهر هسه احزاب جديده هتظهر احزاب جديده حركات المسلحه دي كلها حتنقلب لاحزاب نحن حنديها هي انا والله بديهم هم انا شخصيا بدي الحركات ال 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 الحاربة الكيزان 17 سنه والماتت من عشان تغير ال الكلام انا بعتبر دي اكثر ناس محترمين كويس وح وجو سلموا السلاح وعملوا دمج وجو عملوها احزاب بدل ما كانوا في حرب عملوا سلام خلاص وجوا دخلوا عملوها احزاب انا بدي دل لانه دل حركات ذاتها ما حركات أه هنا حركات حله ولا حركات اغليم ولا حركات دين حركات العدل والمساواه الحركه الشعبيه لتحرير السودان من الكيزان انا بفتكر الناس ديل إذا دي اذا احزاب دي فكوا الحركات دي اذا فكت الشيء المسلح واتقلبت الى احزاب سياسيه والله نحن يعني انا شخصيا ما عندي مشكله يحكمني زول من دارفور يحكمني من زول من شرق السودان لكن انا داير زول يحكمني بانه داير الخير لكل اهل السودان ما يحكمني زول عنصري ما عندي شغله جعلي شاقي فلاتي نوباوي دنكاوي شرقاوي ما عندي معك شغله انت بس انا دايرك انت لما تجي تحكمني تكون بتحكمني كسوداني ما تتحيز لمنطقه على منطقه بس فنحن بنقول للاحزاب افعلوا ما تريدون الان ومارسوا هواياتكم في الشعب السوداني كويس؟ الأحزاب الآن أفعلوا ما تريدون ومارسوا هواياتكم القديمة، تاني عسكري بتجيبوا ما في عشان يحكم البلد دي. أما الكيزان ده الموضوع انتهينا منهم في الحكم، خلينا ننتهي منهم في أنه نعاقبهم على كل الجرائم اللي عملوها. مؤكد مؤكد جدا جدا الناس دي كلها حتعاقب، وأنا بشكر لجنة التمكين رغم أنه تأخرت لكن الآن بدأت تدخل الأحياء. وده مهم جدا جدا يا جماعة دخول لجنة التمكين للأحياء في كل المحليات عشان الكيزان اللي قاعدين يدعموا يدعموا في في المظاهرات في هند هندجوكم هيجوك في بيتك عندك مربع 12 الفتيحاب في عماره بتاعت بيت. جمع الكلام ده ما واضح احنا عارفينه جمع جمع بتاع والي كسله عندك العماره مكتوبه اسم بيته همشي اساله اقول لك العماره دي من وين؟ ثلاثه طوابق مأجرينها وقاعدين كل كل الملفات دي موجوده حقت الاحياء ومعروفه وقاعد اتصلنا وبتصل لجنة التمكين الموضوع ده يا جماعه شبه انتهى تماما ما يعني ما داير لي لف ودوران عندنا دي الزهور رجعوا يا عندنا مركز سمير رجع الاسين احنا دخلنا الاحياء انت يا زول اللي في الحي وعامل فيها كوز ولسه بتتكلم ليه عن بتا... جايينك ما جايينك نتشفى منك جايينك لانك انت شلت قروش بدون وجه حق القروش دي اتوجدت عندك رجعتها لخزينه الدوله ب... بسعر الزمن ده وبرضه حتتحاكم. ما تلقت عندك بتمشي السجن. ما انت شلت حاجه ما حقتك. الناس اللي باعوا اراضي الناس اللي باعوا اراضي حيازه ما نحن ما ما تشفي من مننا... ما بنتشفى في زول لكن بلوا راسكم شوفوا لكم طريقه ما بعرف انا لكن ال... ال... الامور دي ما حتمشي لقدام. هسه في اراضي كثيره جدا اتباعت في مدرمان وفي الخرطوم وفي بحر حيازه وفي ناس بنت حتت... حتطلع من الارض دي شوف الباع عليك منه حاج يخش السجن في ناس عملت مليارات الجنيهات ما, ما عندنا حسيتكم ما عندنا ما عندنا معكم شغله لكن نحن اولادنا حتى ما يقولوا يا اخي ابونا دشال شال ارض حق زول ما دارين ولا قدمنا لخطه اسكانيه ذاته اصلا انا شخصيا ما قدمت لاي خطه اسكانيه عشان ذاته اسمي ما يجي ذاته خطه اسكانيه قدمت لها سنه 1992 ومن كنت في الشرطه ودوني لاقيت عطرد وبعتها ما عندي حاجة ثانية عندي ورثة جات من أبوي قطعتين حق من أبوي أنا ورثة ورثة ما عندي ثاني أي حاجة أنتوا ورونا جبتوا الحاجات دي من وين؟ ما حق ما هو ما حقك أنت وما أنا بقول لك الكلام ده عشان أنا عندي معك مشكلة ما عندي مشكلة مع زول لكن يا جماعة ده حق ما أنا ما بتكلم باسم بتكلم بتكلم للعامة ما بتكلم باسم الناس بتكلم للعامة أنت شلت حاجة ما حقتك ما تزعل أنت ما ريحته فرحت ولبست الجلابيه وركبت العربيه وبتاع وتفنجخت لك كم سنه من شغال كويس وامورك ظابطه السافر مصر والسافر وين وبتاع وامورك ظابطه والمره لابسه ذهب من هنا لهنا امورك ظابطه ما عندك مشكله هو جاك جاك الموت يا ترك الصلاه اهلك عارفينك الدرشه ما حبيك يا اهلك كلنا عارفينك لكن ما دارين ندخل في مشاكل لكن لجنه التمكين ما عندها معك معرفه بيجوك اه مصطفى التهامي تعال يا اخوي عندك هنا في الخطه الاسكانيه او في في وزاره الشؤون الاسكانيه والاراضي او زي ما زي المسمى الموجود الان في السودان يا أخي والله في قطعه دي مسكونه باسمك ودي مكتوبه باسمك ودي مكتوبه باسمك ودي مكتوبه باسمك مكتوب من وين؟ بعد انت قاعد مع ناس حد قاعد حيسالوني انا ما بعرفك والله هيسألوه وأنت بعد ده وريتهم جبتها من وين؟ وأثبت إنه القروش دي حقتك أنت. أوكي ما في مشكلة ما في حيقبضك بدون قانون. لا والله ما عندك وقعدت والله أنا وبتاع وفلان ذاك صاحبي والبتاع ده أدوني له هدية اوه وين أنت يا معلم؟ أنت نفسك ما في حساب في الدنيا دي؟ ربنا ده ما يدير الأمر كيف يشاء. ربنا يدير الأمور دي كيف يشاء. ما في سوء بتدخل في إرادة ربنا سبحانه وتعالى. ربنا في يوم من الأيام انت شلت وعملت الان جاء وقت الحساب ربنا كادر وكريم انه تتعاقب وتتفضح ودي المشكله هنا يعني انت هسه الليله قاعد في بيتك وامن في سربك وامورك ظابطه وعربيتك وذهبكم وقصتكم بتاع بكره الفضايح بتكتر بكره بكره بنفتح الصفائح وبنطلع الفضايح ايوه والله يا اخي نسوان ف... يعني <applause> طبعا دي ما دارش مت لكن النسوان الحله الزمان كان بيقول إن يا سام فلانه مالك ما تجيب ما لي زي فلان وما يسل لي يا حليله هل كانت مرتاحه وكان الليله عانت بشتنت كيف وعين ما تعرف وكلام النسوان طبعا بيقولوا وانت يا صاحبنا حتكون في سجن اللومان وبيتك حتكون القاعده في الجامعه ابوي في السجن وولدك القاعد في ثنايا ابوي دخل السجن لانه قبضوا في اراضي الدنيا دي ما دواره الدنيا دايره والاخره دايره اعملوا اسرقوا، اكلوا، لكن بيجيكونا اليوم. هو انا ديل ما خ... ديل ما عندهم مشكلة ديل، لكن كده نجي الثانيين الجعانين ومعفنين وما عندهم حاجة وما أكلوا ذاتهم. أنا عندي ناس بعرفهم من من ناسي أنا ذاتي ما أكلوا. مفلسين أيمن صليب طالع. م... من اليوم بحرامية ديل ملخبط ديال... لي 30 سنة بتكلم معهم، 30 سنة 30 سنة أنا بنضم معهم، ما داري يقتنعوا. هنديك قاعدين في السجن حرامية وقبضون حرامية واثبتوا عليهم بالمحكمة يعني يعني المحاكمات اتطلعت دي المحاكمة الحاكمة لعمر البشير دي عندهم كذب لسه عندهم الغايدة المعظم المبجل ال اسمه ده عبد الباسط حمزة اعترف عادي قال يا جماعة حصل كده اسمه ده ابراهيم ناريدام قال يا اخي ده نافع ده علي فضل دقبي مسمار في راسه بتاع ده زول كان عضو مجلس غاية الثورة وبرضه لسه مصرين بانه ديل الغاده بتاعه يعني الزول بكابر في واحد من كفار قريش في واحد من كفار قريش قال انا ما خايف من النار عشان تشوفوا حاجه يا جماعه اسمها الكبر الكبر ده يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنه ومن كان في قلبه مثقال ذره من كبر كبر ده التعالي ويعني زول بيكون متعالي كده وما في زول احسن منه ده ده من كفار قريش جاب النار وخط فيها اصبعه اصبعه ده لحد ما بقى رماد وبعاين كده شوف الكبر وصل بيه لوين النار دي ما يحس بيها مش ما يحس بيها يكابر بانه ما يزحها عشان يوري الناس انه نار الغيامة ما خايف منها ما قالوا لي يوم الغيامة في نار حتخشها ده الكبر يا جماعه زول لا بيعترف بغلط زول لا بيقول انا سرقته زول بس داير يكون هو كبير وخلاص كبير الله تأمركم انتهى بس بالنسبه للناس التعبانين دي لانه بفتكر انه بفتكر كفايه كفايه انك تغش في نفسك لمتين يعني يعني إن نقول زمان قبل ما يسقطوا في كيزان وقبل ما تبدا المحاكم ولسه المحاكم ماشي بس تيجي تقول لي الشهداء هو الشهداء اللي قتلهم منو؟ الشهداء ما قتلتوهم انتوا ناس الامن الطلابي والامن الشعبي والبتاع قتلتهم المظاهرات كانت ماشيه كنتوا قناصين بتطلعوا في العمارات بتقتلوا في الاولاد لا حزب الشيوعي عنده, عنده رصاص لا حزب البعث عنده رصاص لا هنا وقبل حريه تغيير قبل تجمع مهنيين قبل اي حاجه الاولاد دي كانوا بيجوا ماشيين قبل ناصين في النهايه الاولاد انتبهوا بيجوا يقفلوا العمارات قبل يدخل ويطلعوا العمارات قبل ما يجوا المظاهرات فانتوا كتلتوا الاولاد وانتوا أجرمتوا في حق الوطن وانتوا 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 وإنتو وإنتو. اوكي انتهينا منكم طيب آه... النائب العام السيد النائب العام انا عارف قريت لي خبر قبيل بيقول انه بيقدم استقالته او مع الخبر ده ما متاكد من من صحته يعني بشوف انه ما ما منطقي هو ذاته يقول الكلام ده يعني لكن اذا قالوا تكون ده مصيبه طبعا قال انه يقدم استقالته او يشيلوا لجنه التمكين اذا التمكين يا اخي ما لكم مال انت انت نائب عام الناس ده بيقبضوا الحاجات بيجيبوها لك تحويل المحكمه انت الشغل ده ما عجبك يا اخي امشي بيتكم قسمها عندك 361 من هيات الهيئه القوميه للمياه مشوا المويه جات في واحد دق علي من ناسنا ناس الفتحاب قال لي والله المويه جات يا دوب الفتحاب الليله يعني انتوا كنتوا معطلينها مما الله خلقنا في الدنيا دي وعايشين في السودان ده ولدونا في الفتحاب دي المويه دي ما قاعد تقطع قدر كده يعني مربع يقطع مثلا حله تقطع بتاع لكن كل البلد تقطع مويه معقوله يا جماعه ونحن قاعدين جنب النيل معناتها الناس اللي بيديروا في المويه دي ما كويسين وما وزير المياه ولا زول ولا رئيس الوزراء الناس اتحد ليه المويه قاطعه؟ في شنو؟ جا زول مسؤول قال يا جماعه والله المويه دي محتاجين نحن ل مليون والدوله ما عندها بكره بنكب لك في اي بنك ما عندك مشكله داير جهاز داير اله كبيره داير غيام رابطه رسل, رسل بس انت انسى الحكومه دي ذاتها انت زول في الهيئه العموميه المياه اتكلم ما نجيب لك اي حاجه دايره يعني اعتصام الغياده العامه ده اشتغل من وين؟ كان في دوله بتدعمه مع المواطنين السودانيين من اوروبا ومن الخليج دعموا اعتصام الغياده العام ملايين الدولارات كان بتتكبل الناس الناس بتيجي تق... ملايين بيجي ياكلوا ويشربوا من وين؟ في دوله كان بتدينا قروش؟ ما هو المواطنين السودانيين بيغلبنا ان احنا نجيب لك توربين ولا نجيب لك جهاز ولا اله ولا اي مصيبه انت محتاج ليها عشان عشان تشغل المويه يا اخي خافوا ربكم فعادي جدا يا السيد النائب العام عايز تستغيل يا اخي استغيل ونحن شفنا منك شنو سمح الشيش سمح شفنا منك شنو ما هو القضايا كلها في السودان معلقه من منكم انتم مره واحده طلعت لنا ب ب مؤتمر صحفي حضرناه وقلنا يا اخي الراجل ده كده نديه فرصه قبل يمكن سبع شهور تاني ما شفنا منك حاجه ولاس القضايا كلها معلقة القضايا كلها معلقة للآن قضايا كثيرة جدا معلقة فما عندنا معك شغلة تمشي ويجي غيرك نجي يا جماعة مني من أركم الناوي حاكم لغليم دارفور أنا ما بهمني من مني أركم الناوي هم دو. ما بيهمني لكن اللي بيهمني إن يا جماعة ده تحول انا بعتبر ده تحول من انك تكون شايل السلاح لانك تجي تكون موجود في الوطن كويس موجود في الوطن وتعمل اتفاقية ومن داخل الاتفاقية دي اهل دارفور بدل ما يحسوا بالغبن وبانه حاكمنهم منهم الجلابة ونا يكون واحد من ابناء دارفور هو حاكم لهذه المنطقة يلا يا مناوي هنشوفك هتعمل شنو نحن الآن مناوي خلاص دخل في حتة بالمناسبة دخل في حتة لا يحسد عليها مناوي مناوي من الان هو في موقع لا يحسد عليه مطلوب منه شغل كثير جدا جدا ترى طيب من مرحب بك يا اخي طيب مناوي الان مطلوب منه شغل كثير جدا جدا نحو اهله ونحو منطقته ونحو السودان لانه اغليم دارفور هي البوابه الغربيه لدوله السودان البوابه الغربيه المحتدمه المولعه نار عندك جيشك عندك دعمك عندك استخباراتك عندك بتاع تقفل لنا الحدود دي نمره واحد توقف كل المجازر الشغاله في دارفور تشوف كل الاعتصامات الحاصل عليها شنو تشوف مشاكل ناس دارفور شنو حاكم الناس اللي قاعدين في دارفور لجنة ازاله التمكين عندك تشتغل صح كل الحراميه وكل الكيزان الناس تمشي يعني الان يا جماعه مناوي ما عنده عندك شنو مناوي رفعت سلاح ضد الدوله اللي هي قتلت اهلك طيب ما في اي مشكله الدوله دي او الحكومه بتاعت الكيزان دي جو الشباب شاولوا لك ما بسلاحك شيلناها لك برا وجبناك انت قلنا لك يا اخي المنطقه اللي حصل فيها المود ذاته انت الان مسؤول منها وبعدها مفروض المفروض تشتغل يعني ما عندك حاجه انت الان يا مناوي في موقف لا تحسد عليه ونتمنى انك تكون قدر المسؤوليه انا شخصيا بتوقع انك انت يعني تقلب كل التوقعات في ناس كثيره جدا بتكلم انا ما عندي مشكله في انك مناوي او جبريل او او لا لكن انا بتمنى انك انت فعلا تلتزم بانه تسعد اهلك تسعد الناس اللي تعبوا كثير دي. تجيب للناس حقوقه توفر لهم حياه كريمه في دارفور ونتمنى حياه كريمه لكل اهلنا في دارفور وتحاول تفكك المعسكرات حقت النازحين كفايه يا اخي معقول زول قاعد في بلده 18 سنه في معسكر بتاع نازحين تفكك المعسكرات دي بترتيب صح الناس ترجع لمناطقها وحواكيرها وتتعمل لها مدارس وتتعمل لها كل حاجه ونحن برضه يا جماعه في جميع انحاء السودان المفروض كلنا نسعى بانه ندعم ندعم إغليم دارفور لانه هو الإغليم النال اكثر نصيب من من القتل والتهجير والابادات الجماعيه. يا ريت لو نحن كلنا نحاول بقدر الامكان نعمل مبادرات وصناديق ويعني و غوافل تمشي ونبني معاهم يعني عشان شويه كده يحسوا بانه نحن اهلهم ويطلع شويه من الحقد والكراهيه وال واللايفات بتاعة التنمر علي على ابناء السودان الاخرين بانهم ضدهم وبكرهوهم وكده وده كله, كله كلام ما حاصل وان شاء الله نحن ساعيين للكلام ده وان شاء الله الامور بتزبط. انا ما عندي حاجه ثانيه اقولها غير انه تحولنا من الحرب الى السلام اجي لحكومتنا الانتقاليه. الحكومه الانتقاليه عليها يعني خطوط كثيره المفروض الناس تتناقش فيها. ليه في مشكله مويه؟ ليه في مشكله كهرباء؟ ليه في مشكله غاز؟ للان للان انتم ما قادرين تحلوا المشاكل دي ودي مشاكل مهمه جدا جدا المواطن السوداني ما كله سياسي. يعني المفروض الكهرباء والمويه والحياه دي يا جماعه دي دي اساسيات الحياه. دي لا, لا هي حقوق ولا طموح. دي حاجات المفروض ما تذكر اصلا. احنا لاسي في القرن الواحد 21 نتحدث عن الموية والكهرباء والحاجات المفروض ما نتكلم عنها اديكم العافية وابقوا طيبين ودائما خليكم راكزين وخليكم صامدين على رأيكم وما عندنا حل إلا أنه نكمل الفترة الانتقالية دي ونسهب إلى الانتخابات ونرفع من شأن الوطن حنتعب نحن كثير لكن تعبنا ده كله يا جماعة هو بنديه أو بنهديه لأولادنا بعدين وأحفادنا ونفس الشريف لها غايتان بلوغ المنايا ونيل المنى فإما حياة تصر الصديق وإما ممات يغيز العدة السلام عليكم